صباح الخير أعزائي المشاهدين، معكم كوتش خالد من هايف جيم، معكم زميلي كوتش راشد وزميلي كوتش فلاح. اليوم حلقتنا راح تكون عبارة عن تمارين للفول بادي باستخدام البادي ويت بدون أي أداة تانية. كثير بنحتاج مرات نعمل تمارين بس ما بيكون عندنا الأدوات اللازمة، فأنا اليوم جبت لكم بالحلقة تاعتنا تمارين باستخدام بس وزن الجسم كامل. طبعا قبل بداية أي تمرين احنا لازم نعمل وورم أب عشان نرفع درجة حرارة الجسم ونحمي حالنا من أي إصابة. نبلش مع بعض وورم أب كوتشات، هنعمل للشولدر روتيشن للأمام عشان نحمي عضلات الكتف، نعمل لنا 10 تكرارات للأمام. أهم شيء النفس يكون تمام خلال التمرين. أوكي، الآن نعمل روتيشن للخلف. تمام، عملنا للشولدر وورم أب، نعمل للجزء السفلي شوي، بنعمل هالف سكوات، ننزل نص نزلة وبنطلع. هنعمل 10 تكرارات على السريع على أساس إنه جسمنا يحمى من الجزء السفلي. أهم شيء النفس كمان، تأخذ نفس وانت نازل وتطلع نفس. أوكي تمام، بدنا نحمي كمان الجزء السفلي كويس لأنه تماريننا كمان فيها هيتركز كثير من الجزء السفلي. حيكون نعمل لاترال لانجز، هنأخذ سايد جهة الشمال عندنا شباب، نطلع لانجز 1 نطلع فوق. أوكي مهم كثير النفس شباب خلال التمرين. أوكي آخر واحدة نعمل سويتش للجهة الثانية. يلا جو. أوكي شباب تمام، كون خلصنا وورم أب هيك على خفيف كان، هسه على أساس نبلش تمارين بودي ويت كاملة. الوورم أب ما كان بيحتاج شدة عالية لأنه التمارين كلها بوزن الجسم كامل. طيب نبلش مع بعض، اول تمرين راح يكون يستهدف الجزء السفلي عندنا ونشغل معه تمارين كارديو. تمارين حتكون بودي ويت مع تمارين كارديو بوزن الجسم. نبلش اول تمرين حيكون عندنا سكوات. تمام، حنعمل سكوات، ننزل سكوات ونعمل جمب. اوكي يلا شباب نعمل سكوات نعمل جمب. ممتاز. اوكي حيكون 10 تكرارات عندنا هون. ممكن نزيد صعوبة التمرين عبارة عن ننزل ديب سكوات أكثر ونطلع جنب أعلى. أوكي برافو. 5 4 3 2 1. أوكي برافو شباب. تمام خلصنا أول إكسرسايز، تقدر تعمل الإكسرسايز هذا جولتين أو ثلاث، نعمل فيه 10-12 تكرار. إذا بتحب تزيد صعوبة التمرين زي ما شفنا بننزل ديب سكوات أكثر وبنعمل جنب عاد. تمام نبلش التمرين الثاني، حيكون للجزء العلوي بالجسم. ننزل لهون ننزل لهون وبنطلع. تمام ريدي شباب جو. اوكي اهم شيء بطنك يكون مشدود خلال التمرين ونفس منظم. اوكي كم يلا جو برافو شباب. طبعا بنقدر نزيد صعوبة التمرين احنا عن طريق انه نعمل التمرين نفسه ننزل شوي شوي ولما نوصل لتحت نعمل بوشاب ونطلع. تمام شباب يلا جو ننزل مع بعض نعمل بوشاب نطلع. هيك انت بتزيد الليفل تاع التمرين وتزيد صعوبة التمرين على اساس اذا كان التمرين عندك سهل. يلا 3 مور مع بعض. Two more. يلا آخر واحدة. أوكي تمام. طبعاً تقدر بين كل تمرين وتمرين تأخذ لك شوية راحة، تأخذ نفس، تشرب مي، ترتاح بيناتهم. أوكي. نأخذ نفس 10 ثواني شباب. طبعاً اشرب مي خلال التمرين. ما تلعب تمرينك كله ورا بعض أساس تقدر تكمل كل تمارينك كلياتها. تمام بعد ما اخذنا راحه 10 ثواني تقدر هسه نلعب التمرين الثالث مع بعض. حيكون كوتشات، حيكون نعمل الجهه اليمين رجلك اليمين نرفع الني لفوق وننزل لتحت. اوكي يلا نبلش مع بعض، هنعمل 10 تكرارات يمين و10 تكرارات شمال. جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي برافو. نعمل سويتش هسه مره ثانيه برجل الشمال عند ايدك اليمين. يلا جو 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي كون خلصنا الاكسرسايز الثالث تمام تقدر تاخذ نفس فيه وتاخذ راحه ممكن تزيد التكرارات انت حسب راحتك وحسب مجهودك انت. بعد ما تكون خلصت راحتك نقدر نبلش بالتمرين الاخير مع بعض هسه راح يستهدف عضلات البطن وعضلات الكتف مع بعض راح ننزل على الارض نعمل بلانك يلا شباب بدنا نحط القلب على الارض مع بعض هون وتخلي جسمك باستقامه راح نثبت 10 ثواني مع بعض هون طبعا اذا بتحبوا تزيدوا صعوبه التمرين مع بعض ايش راح نعمل راح نخلينا نضل بلانك بس راح نصير نطلع وننزل مع بعض هون نطلع يلا كوتشات اب 1 2 3 4 5 اوكي انت هيك قدرت تزيد صعوبه التمرين ولعبت تمارين للكور عملت تمارين للشولدرز تكون خلصنا تماريننا لليوم نعمل كول داون مع بعض ناخذ نفس ونخلص حلقتنا لليوم كيف الحلقه شباب نعمل كول داون مع بعض خذ نفس تمام هيك نكون خلصنا حلقتنا لليوم نتشكر كوتش فلاح نتشكر كوتش راشد على حلقتنا لليوم ونرجع لكم بفقرات جديده